اعتني بصيامك، حافظ عليه، صن، نزهه عن كل ما لا يليق به. وتذكر أحاديث في هذا المقام، مقام صيانة الصيام وتنزيهه عن كل ما لا يليق به. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا حظ له إلا الجوع والعطش. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا ينبغي على المرء أن يصون صيامه عن كل ما يقدح فيه ويكون موجبا للحرمان من ثواب الصيام. ومن هذه الصيانة ما جاء في الحديث: وإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. كل هذا صيانة للصيام ورعاية له. وفوق هذا ليحرص على تكميل الصيام بما يكون به عظم الأجر والثواب، فإن الصوام ليسوا سواء في الأجر بل يتفاوتون. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وهذا يدل على تفاوت أهل الصيام في أجر الصيام بحسب حظهم من ذكر الله. لماذا؟ لأن الصيام والصلاة والحج وعموم الطاعات إنما شرعت لإقامة ذكر الله. أفيستوي في أجر الصيام الذاكر والغافل؟ هل يستوون؟ أيكون أجرهما سواء؟ لا والله، بينهما بون شاسع. فأعظم الناس أجرا في الصيام أكثرهم لله ذكرا.